مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من بيت الداء والدواء. انا معكم جمال الشريف على قناه تي في صوت العرب من كندا. اليوم حنتكلم عن شغله مهمه جدا وهي البكتيريا. ايش تحكوا بكتيريا؟ يس، البكتيريا حنتكلم. تعرفوا انه في بكتيريا ضاره وبتسبب امراض وبتسبب مشاكل كثير، ولكن في بكتيريا نافعه ومهمه جدا لإلنا كأشخاص ولصحتنا. عشان هيك اليوم زي ما عودناكم حيكون معنا المستشار التغذية والدكتور سامح مصطفى. أهلا وسهلا دكتور. أهلا أهلا دكتور، إزيك؟ أخبارك إيه؟ طمني عنك حبيبي. الحمد لله، الله يكرمك حبيبي. دكتور، اليوم المفاجأة، بكتيريا نافعة. هل هذا الحكي صحيح أم هو من ضرب الخيال؟ هو احنا اللي من ضرب الخيال. بص اقول لك حاجه، اتفضل. لو احنا عايزين نشوف الحقيقه، هتكتشف ان انت عباره عن هوست او وعاء لمجموعه من الخلايا. كلمه الجات مايكروبايوم أو كلمة مايكروبايوم، أوكي، ده معناها البكتيريا، أو عشان نبقى أكثر وضوحا الخلايا الأخرى الغير خلايا إنسانية التي تعيش وعلى ارتباط وثيق بالبني آدم. فكلمة مايكروبايوم معناها إن الخلايا دي ممكن نلاقيها في أماكن متفرقة، من ضمنها الجت. فالخلايا دي اللي بنلاقيها في الجهاز الهضمي بنسميها الجت مايكروبايوم. لكن في الاورال مايكروبايوم، انت دكتور سنان وعارف طبعا، وفي خلايا موجوده من اللي هي الخلايا ديت موجوده على الجلد بتاعنا بيسموها السكن مايكروبايوم، وفي موجوده في الشعر، ودي عبارة عن colonies. لو عايزين نكتب أو نعمل أو نعرف ما كلمة microbiome، عبارة عن communities من هذه الخلايا التي تعيش في أماكن متفرقة مع الكائن الحي. يعني الخلايا ديت ممكن تكون خلايا بكتيريا، ممكن تكون فيروسات، ممكن تكون بروتوزوا، ممكن تكون worm أو ديدان. وكل الخلايا دي او كل الكوميونيتيز دي، اللي هي كلمه مايكروبايوم يعني كوميونيتيز، مجموعه من الخلايا بتعيش في اماكن متفرقه في جسم الانسان، وبيبقى ليها دور متكامل مع خلايا جسم الانسان، فاحنا محتاجينها وهي محتاجانا، وعلاقتهم مع بعض ان هارموني بتخلي البني ادم صحته افضل. فأي عمل أو أي شيء بنعمله بيؤدي لضرر المجاميع ديت هيعمل لنا ضرر في المقابل. خلاص كده؟ واضح. فده معنى كلمة جات مايكروبايوم. نسمع بقى معناها إيه كلامي في الأول لما قلت إحنا اللي بنضحك على بعض، أو الكلام ده إحنا اللي موهومين بيه. لو هنقول كلمة جات مايكروبايوم أو هنقول كلمة مايكروبايوم in general، أقدر أقول لك إن عدد خلايا المايكروبايوم مقارنة أو in proportion بخلايا نحن 10% خلايا إنسان و90% الخلايا التانية. واو، مفيش لعب. واو. وجزء كبير من الجات مايكروبايوم موجود في الكولون، القولون. خلاص كده؟ ودور الميكروبايوم ده في صحة البني آدم كبير جدا، لدرجة ان عندنا معلومات كبيرة جدا ودي لا تساوي شيء من المعلومات التانية اللي احنا ما نعرفهاش. يعني دور اساسي في الجهاز المناعي، ليها دور اساسي في الجهاز الهضمي، وليها دور اساسي في العظم بتاع البني آدم، الجهاز العظمي بتاعنا. كل حاجة موجودة عندنا محتاجينها
الجات مايكروبيوم او المايكروبيوم ان جنرال ليها فيري سيجنيفيكانت رول في انها تبقى فانكشنينج ان ا فيري هيلثي واي. خلاص كده. طب انا بس بدي اوقف هنا دكتور، انت حكيت جملتين، الاولى الثانيه يمكن هضمناها اللي هي انه هدول البكتيريا بتساعد في عمليه الهضم، ماشي هذه مشيناها، بس الاولى انها بتساعدنا على تقويه جهاز المناعه، فهي البكتيريا بتقوي جهاز المناعة وبتقتل البكتيريا السيئة معناها. دي بتقوي جهاز المناعي بشكل significant. عايز أقول لك إن تقريبا هي الجهاز المناعي بتاعنا حاجات كتيرة جدا الجهاز المناعي بتاعنا معتمد عليها. يعني أنا هقول لك على سبيل المثال، مثلا حتة القولون مثلا على سبيل المثال، إحنا لما بناكل أكل، الأكل دوت فيه indigestible fibers أو فيه حاجة زي اللي بنسميها البوليفينولز. كلمة فينولز جاية من الفينول، والفينول اللي درس كيمياء تركيب كيميائي فيه 6 ذرات كربون وفيه 5 ذرات هيدروجين وفيه ذرة اللي هو الـ 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 OH. نسيت بقى الـ OH ده معناها ايه، بس اللي هي الهيدروكسايد. خلاص كده. الستركشر ده اللي هو الفينول لما نحط كذا حاجات جنب بعضها بنسميها بوليفينول، يعني عديدة من الفينولز دول. خلاص كده. لما البني آدم بياكل فايبرز، الاندايجستبل فايبرز ديت احنا ما بنقدرش نهضمها، بتيجي الخلايا البكتيريا النافعة ديت بتاكلها، هي بتتغذى عليها، ونتيجة التغذية بتاعتها بتطلع حاجة اسمها شورت تشين فاتي اسيدز، زي مثلا حاجة من ضمنها اسمها البايروفيت مثلا. اسمع دي بقى، البايروفيت دي بتغذي الخلايا بتاعه القولون، بتخش على الميتوكوندريا اللي هي وحده الطاقه في الخلايا بتاعه القولون. خلاص كده. و70% من الطاقه بتاعه خلايا القولون واخدها من البايروفيت نتيجه هضم او الباي برودكت اللي طلع من الجات مايكروبيوم. فلو ما عندكش جات مايكروبيوم، لو قتلت الجات مايكروبيوم، لو قتلت البكتيريا النافعة اللي موجودة عندك في القولون، متخيل ان الطاقة بتاعة القولون بتاعك هتبقى عاملة ازاي؟ اللي كانت 70% منها مستمدة من البكتيريا دي. طيب سؤال مهم جدا، احنا عم نحكي عن فوائدها الان، حكينا عن شوية فوائد، اهم فائدة هذا السؤال اللي بنسأل، بتنزل الوزن ولا بترفع الوزن؟ طبعا بتساعد في ان هي بتساعد ان هي تنزل الوزن. وتنزيل الوزن، الناس اللي المفروض تخس من ضمن البنفيتس اللي بيستفيدوا بيها لما يقلوا في الوزن، ان بيزيد عندهم الجات مايكروبيوم، والبوبوليشن بتاع الجات مايكروبيوم عندهم بيزيد. حاجات كتيره جدا احنا محتاجين نعملها عشان نضمن الحفاظ على الجات مايكروبيوم، عشان احنا محتاجين الخلايا دي. احنا الخلايا دي مع يعني it is not an option لينا ان احنا ما يهمناش الجات مايكروبيوم. احنا لازم نهتم بالجات مايكروبيوم. على فكره لما بتروح للدكاتره والدكتور يقول لك نزل وزنك، دايما كده في فيري كومن فيدباك بتسمعه من الدكتور، يقول لك ايه الدكتور؟ يقول لك انت محتاج لايف ستايل تشينج. صحيح. ليه الدكتور بيقول انت محتاج لايف ستايل تشينج؟ ليه انا لما بيجي لي حد بقول له انا لايف ستايل ويت لوس نيوتريشنست اند ويت لوس كوتش؟ عشان حاجات كتيرة جدا احنا محتاجين نعملها عشان نزود الجات مايكروبيوم، من ضمنها المشي بيزود الجات مايكروبيوم، الاسترس لما بنقلله بيزود الجات مايكروبيوم، في حاجة اسمها جات برين اكسس، تعرف ان 70% من السيروتونين بروديوست في الجات، هرمون السعادة من الامعاء جاي. نعم. 70% منه بروديوست في الجات. ففي حاجة اسمها gut brain axis، ده معناها ان الجهاز العصبي والجهاز الهضمي مرتبطين ببعض، عشان كده لما بتتعصب او لو حد فينا بيتنرفز بيبص يلاقي او دخل على امتحان وخايف يسقط، يبص يلاقي بطنه وجعته والدنيا مغصت والقولون ابتدى يشتغل، معناها ان في connection اهو. طيب طبعا انا بس بدي اركز على معلومة مهمة، انه اكتر عدد سرطانات موجودة في نورث امريكا بالذات هو سرطان القولون، وخاصة عند الرجال، وأحد أهم أسباب وجود السرطان اللي هو الخلل في هاي البكتيريا أو عدم وجودها بالشكل الكافي، فوجودها بيحمي من سرطان.
شيء ثاني اللي بدي احكيه انه انا حاطط على الشاشه الان موقع الدكتور سامح، اذا حدا حابب يتواصل معاه بغض النظر وجوده في اي دوله. الدكتور سامح عم بعطي الاستشارات الان اونلاين، غيرنا كثير بعد الكوفيد صح؟ كله صار اونلاين. كله اونلاين. طيب انا هخلي الموقع اذا حدا حابب يتواصل موجود برضو التليفون والايميل على الموقع، تقدر تتواصلوا مع الدكتور سامح. طيب ايش في فوائد اخرى دكتور غير هذا الموضوع؟ هل بتاثر هذه على مثلا الكبد، على الكلى، على اعضاء ثانيه؟ يعني احنا كده هنخش بقى في حاجه يعني ايه ظريفه شويه. احنا كده بنتكلم ازاي احنا ممكن نستفيد من الخلايا اللي موجوده عندنا عشان صحتنا، صح كده؟ صحيح. ده معناه ان انا لما باكل، انا باكل عشان انا عايز طاقه، تمام، لكن في نفس الوقت الاكل اللي انا باكله دوت هيغذي البكتيريا النافعه اللي عندي، ولما البكتيريا النافعه اللي عندي تاكله هتحلله وهينتج منتجات، المنتجات دي انا بستخدمها لصحتي. عشان كده يعني لو احنا عايزين نستفيد من الحلقه بتاعت النهارده اقدر اقول لك حاجه مهمه قوي. You are what you eat. You are what you eat. خلاص كده؟ انا عايز اقول لك حاجه، الاوميجا 3 ايجز عشان تحصل عليها بتعمل ايه؟ بتروح للتشيكن وبتاكلها اوميجا 3 ريتش فود، فلما التشيكن تاكل الاوميجا 3 ريتش فود بكونسنتريشن معين بيحصل passing on للاوميجا 3 ده، وبيبقى موجود في الكتكوت. فالكتكوت ده اللي هو فيه اوميجا 3 او البيضه اللي فيها اوميجا 3 دي جت منين؟ جاء ازاي اوميجا 3 جوه البيضه؟ نتيجه الفود اللي كان ريتش في الاوميجا 3 اللي كاله الهوست اللي هو التشيكن. نفس القصه احنا. فلما اجي اقول لك ايد رامبو زي المره اللي فاتت، او اقول لك خد حاجات فيها فايتوكيميكلز كتيره، اقول لك لون اكلك كل من كل الالوان وتعمل كل الالوان وتاكل حاجات ريتش في الفايتوكيميكلز، زي ايه الحاجات الريتش في الفايتوكيميكلز اللي احنا بنريكومند الناس ان هي تاكلها؟ هقول لك ان مثلا القرنفل من اكتر الحاجات اللي فيها البوليفينولز. واو، ما انتش محتاج كل حاجه لازم تاكل، ممكن تجيب حبه قرنفل اللي هو بيسموه الكلافز. خلاص كده، القرنفل فيه فايتوكيميكلز. عايز اقول لك العنب فيه فايتوكيميكلز. في ناس يعني من ضمن الحاجات اللي فيري ريتش بالبوليفينولز النون الكحوليك، عشان بس نبقى واضحين من الصوره، النون الكحوليك ريد واين. خلاص كده، عشان الالكول دي حاجه احنا مش بنريكومند، بالعكس الالكول بيدستروي الميكروبايوم. خلاص كده، حاجه ثالثه مهمه لازم نعرفها، زيت الزيتون. زيت الزيتون فيه بوليفينول بشكل ممتاز. اقول لكم بقى حاجه ظريفه قوي، ورق الزيتون فيه بوليفينولز اكتر من الزيت. يب سمعنا، يب ممكن تجيب ورق زيتون اكستراكت وتستخدمه ويبقى عندك بوليفينولز. فكل ما بناكل الحاجات اللي فيها ديفرنت كولرز، البلو بيريز فيها بوليفينولز، الشوكولاته فيها بوليفينولز. بس طبعا لما اجي اقول الشوكولاته هنا كله هيجري يجيب شوكولاته. لا طبعا، اورجانيك كوكو باودر عشان بس يعني ايه نبقى واضحين جدا، هيبقى فيه بوليفينولز. ناخده ازاي؟ اللي بيسموه الدارك شوكليت، و the darker it gets the better it is. 100% dark chocolate is better than any other chocolate I would say. لو احنا عايزين نخليها تبقى طعمها sweetened، عشان طبعا الطعم المر ده، على فكره الطعم المر ده indication للبوليفينولز. يعني في ناس عالي، في ناس في النيوتريشن بيقول لك كل ما تزداد مرارة كل ما بيزداد احتوائها في البوليفينولز. The better it is the better it gets. طب ايش اهم الاعراض دكتور اللي بتصيب الانسان؟ يعني احنا مش احنا انت حكيت هناك تريليونات الخلايا اللي موجودة في البكتيريا اللي موجودة، مش هنروح نعدها، بس اكيد في شعور بيصير بالجسم، امساك، اسهال، انتفاخ، ايش الشغلات اللي ممكن تصير؟ وانا اقول فعلا في هناك خطا في الامعاء عندي. حبيبي احلى حاجه انت قلتها النهارده. بص بقى، من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الجات مايكروبايوم
استخدامنا المفرط للانتيبيوتكس. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان في ناس كتير قوي من اللي بيسمعونا دلوقتي ممكن يكونوا عايشين في الوطن العربي بتاعنا، تحديدا انا بتكلم على بلدي اللي انا عشت فيها مصر، بتكلم على بلد انا عشت فيها زي السعوديه وزي قطر، فاقدر اسيوم ان اغلب البلاد العربيه عندهم نفس السيستم. والسيستم دوت ان انت ممكن توك انتو ا فارماسي، تخش صيدليه you can buy any quantity or any type you want from the antibiotics. خلاص كده. لو ده السيتويشن بتاعك، be aware ان you are significantly destroying your gut microbiome or your gut health. وبالتالي you're gonna pay for it in future. فاستخدام المفرط للانتيبيوتكس ده مش حاجة محبذة، آخر حاجة تلجأ ليها الانتيبيوتك. خلاص كده. فنصيحة لأي حد سمعني، طبعا احنا الشباب العربي بيقدر يمبورت الانتيبيوتكس ديت طبعا من صحابه وحبايبه اللي جايين من مصر، والنبي هات علبتين من الانتيبيوتك ده وانت جاي، وتلات علب من الانتيبيوتك دوت وانت جاي. فيا ريت اللي سمعني اخر حاجه تفكر فيها، اخر حاجه تفكر فيها انك تجيب انتيبيوتك من بره، عشان خاطري انا واحد من الناس immune globulin A deficient، وده معناها ان انا ما عنديش الجهاز المناعي لجهاز التنفس العلوي. لكن نتيجه اللايف ستايل تشينج، ونتيجه ان بتانكوربريت حاجات تو دي ستريس يور سيلف انت بيكام ماتش مور اكتيف، وان انت تايت ذا رينبو عشان يبقى عندك دايفرس مايكروبايوم، انت ممكن ما تعياش اصلا ولا يجي لك اي بكتيريال او فايرال انفكشن. اوكي. ف ده الفيرست سيلف ديفنس اللي ممكن تعمله، انك تاكل اكل هيلثي، تبعد عن السكر الزياده، تبعد عن الانسولين يحصل له ريزيستنس، وتبعد عن الانتيبيوتكس. بس الحاجه المهمه اللي عايز اقولها لك النهارده عشان كرد على سؤالك ايه اللي ممكن نحس نقول ده الجات مايكروبيوم مش مظبط، حاجه سريعه جدا. في بحث اتعمل و12 سنه 2015 عايزين يشوفوا تأثير الارتفيشال سويتنرز، خلاص كده، اللي هو السكرين والحاجات دي، أيوة، المحلي الصناعي على الجت مايكروبيوم والامباكت بتاعه، how it is going to be represented. خلاص كده. فلقوا ان في ثلاث انواع، وتحديدا البحث ده اتعمل على ثلاث انواع عشان بس ابقى حلو. يعني البحث كان التايتل بتاعه كبير، اللي هو الارتفيشال سويتنرز، بس عدد الارتفيشال سويتنرز كبير قوي اللي استخدموه هم ثلاثة، عشان كل واحد يبقى سامعني. الاسبرتيم ده هو اللي ب100% بنلاقيه في الكوكا كولا وفي الدايت بيبسي والدايت كوك والدايت بيفريدجز. اوكي. بنسبة تقريبا 100%، ما شفتش حاجة دايت من البوبس ديت ما كانش بيستخدموا معاها حاجة غير الاسبرتيم. اوكي. تاني حاجة استخدموها السبلندا. Okay, just to let you know, Splenda, that is a natural way. It is not synthetic. ده جاي من الكورن. خلاص، عشان كده لما اتعمل عليه دعاية في الأول، اتعمل عليه دعاية هو it's from a natural source. But it was included in this experiment. Okay. تالت حاجة كان السكرين. Okay. لقوا إن استخدام الأنواع دول من artificial sweeteners بيعمل imbalance. مش بيقتل زي الانتيبيوتكس، لا، بيعمل امبالانس، بيبرجلها، وده بيبقى ريبريزنتد في الغازات، وتلاقي بطنك مكركبه كل شويه. كل شويه تعمل غاز، كل شويه غاز، تبقى ماشي زي العربيه اللي بتقطع. اوكي. لو بطلت، لو انت من النوع اللي بيشرب كتير دايت بيبسي وبيحط سبلندا كتير على القهوه بتاعته وبيحط سبلندا كتير على الحاجات، لو بتستخدم الانواع دي، اوكي، يعني في المونك فروت وفي الاستيفيا ما كانوش انكلودد في الاستادي ده، والاستيفيا ماتش مور ناتشرال ذان الحاجات ديت، والمونك فروت ات ماتش مور ناتشرال از ويل. خلاص كده. فلسه ما اتعملش اي ستاديز بتقول الامباكت بتاع الاستيفيا او بتاع المونك فروت على الجت مايكروبايوم، عشان بس تبقى عارف يعني، بس موست بروبلي اتس جوينج تو بي سيف. خلاص كده. انا بريكومند الاستيفيا او بريكومند المونك فروت، لحد اليوم انا بريكومند الحاجات دي.
مش بريكومند السبلندا ومش بريكومند الاسبرتين ومش بريكومند السكرين as sweeteners. اوكي نعم. To cut the story short, لو انت قررت تبطل استخدام الحاجات دي كلها, شوف بطنك هتبقى عامله ازاي وراحه القولون بتاعتك هتبقى عامله ازاي والغازات بتاعتك هتقل ازاي. طب انت حكيت كلمه مهمه الان, ويمكن كتير ناس هيقول لك دكتور هذا مش نافع, لانه انا ما تاخذوش انتبيوتيك, ولما بروح انا عند دكتوري بقول انت عندك التهاب ولازم تاخذ انتبيوتيك, هعمل ايه؟ هسمع لدا ولا هسمع لدا؟ الحل كلام جميل, الحل حل رائع جدا, لازم تسمع للاثنين. ولازم تبقى طبيب نفسك انك طبيب شاطر. يعني انا لو عايز تقول لي رايي ايه اقول لك انا بعمل ايه, انا بسمع كلام دكتوري خلاص كده, وبحاول اسمع جسمي بيقول لي ايه, وبسمع كلام النيوتريشنست بتاعي خلاص كده. ليه الكلام ده؟ عشان الدكتور اضرب حالتك المرضيه, فلا انا ولا انت نقدر نقول الدكتور ده بيفهم ولا ما بيفهمش. يعني انا اسف, انت من حقك تروح دكتور تاني وتالت ورابع وخامس وتانفست ماني ان يور هيلث وتسمع سكند اوبينيون وثيرد اوبينيون وفيفث اوبينيون. نو ون از جونا جادج يو وين يو دو ذات, بس يو ويل بي ميستيكن وين يو ميك يور اون تشويس ثينكينج ذات يو نو بيتر ذان يور دكتور. يعني ده الكونكلوجن, دي رقم واحد. رقم اتنين, انا سمعت كلام الدكتور وخدت انتبيوتك وخفيت, اعمل ايه؟ اعرف من النيوتريشنست بتاعك you did destroy your gut microbiome. Why? Because of the illnesses that he had and he had to have the antibiotics. Beautiful. دلوقتي يبقى انا محتاج rebuild the gut microbiome بتاعي, محتاج أeat the rainbow, محتاج أavoid the sugars, محتاج أavoid the artificial sweeteners اللي قلت لك عليها, محتاج أeat healthy وincorporate much more fibers in my meals عشان أفيد الجت مايكروبيوم, عشان يطلع لي البايروفيت اللي بيبقى مهم عشان الستركشر بتاع الجت walls, الpermeability بتاع الجت walls, البرودكشن بتاع الاميون سيلز, والدنسيتي بتاعه البون هيلث بتاعتي وبتاعه السكن هيلث بتاعي. انت بتتكلم في كل جسمك بيتظبط لو انت اكلت الجات مايكروبايومز. فلو انت اهملت 90% من خلاياك, 90% من خلاياك لو اهملتها, متخيل هيحصل لك ايه؟ وهذه يمكن الخطا الكبير اللي بيقوم فيه بعض او كل الاطباء, بدي احكي انه ما بعطوا بريبيوتيك للمرضى بعد صرف الانتيبيوتيك, صح ولا لا يا دكتور؟ انت كلامك الى حد ما مظبوط, بس انا عايز اقول لك حاجه, مش عايزين نلقي اللوم على الدكاتره عشان العلم اللي بكلمك عليه ده العلم الحديث خلاص كده. واي حاجه بتتغير بيبقى ليها ترانزيشن بيريد خلاص كده. زمان الكلام ده حصل والدكتور اللي ما بيتجددش نفسه بيرجع ويقول الكلام ده كله. دلوقتي دكاتره كتير من اللي انا بسمع معاهم وبتكلم معاهم ابتدوا يفهموا ان في changes حصله. الكليه الطب جديده دلوقتي ابتدت تلسن وتقول الكلام ده. ابحاث جديده دلوقتي بتقول الناس اللي عندها اوتيزم, عايز اقول لك ان في شركات بتعمل دلوقتي حاجه اسمها فيكل يعني براز, اوكي pills زي اقراص انت ترانسفير جت مايكروبيودا من واحد لواحد, ولقوا ان ليها significant improvement للاطفال اللي عندها اوتيزم توحد. شوف قد ايه الجت مايكروبيوم مهم وقد ايه بيبقى ليه significant impact على امراض زي الاوتيزم التوحد, تاثير تبعها. Yes. It has been proven on a scientific research. ودلوقتي في شركه بتعمل اقراص من الجت مايكروبيوم من الفيكل دوت عشان تعمل safer or faster way of transferring fecal into your new colon عشان تبقى عندك restructure the gut microbiome بتاعك, فتقدر تعمل improvement للكيس بتاعة الاوتيزم. وبيحصل. دكتور هل انت بتحكي دائما الاغذية التغذية التغذية, لكن ايش الاكل المهم اللي لازم اكله انا عشان يكون عندي الميكروفلورا هاي تبعت الامعاء قوية وفعلا تنمو بشكل صحي
انت حكيت يعني فايبرز الابتعاد عن السكريات، لكن هل في اشياء ثانيه ممكن برضو نركز عليها عشان نقوي جهاز الميكروفلورا هذا؟ طبعا حاجتين مهمين، انت بتاكل حاجات ولازم تبطل تاكل حاجات، صح كده؟ انا بقول لك كل حاجات اللي هي زي الخضار وزي الفواكه، اوكي، تحاول تاكل حاجات ما يكونش عليها المبيدات الحشريه الكتيره ديت اللي هي دي من ضمنها بتاثر على الجات مايكروبيوم، وبرضه تبطل تاكل الارتفيشال سويتنرز اللي قلت لك عليها. بس الاهم من كل ده الحاجه اللي بتبقى واضحه وضوح الشمس، الحاجه اللي بيسموها الالترا بروسيسد فود، خلاص كده. عشان الالترا بروسيسد فود لما بتيجي تشوف الانجريدينتس بتكون بتلاقي فيها كيميكلز كتيره، الكيميكلز ديت بيبقى ليها دور سيء او غير ايجابي للجت مايكروبيوم. زي ايه بقى الالترا بروسيسد فود؟ زي الهوت دوغ، زي اللانشون عندنا في مصر، او بيسموها المرتديلا، او بيسموها البولوني، اوكي. زي الهامبرجر اللي بيبقى معمول in a factory وبيبقى محطوط عليه اديتيفز كتيره جدا عشان يخلوه ثيك اند جوسي، مش الهوم ميد اللي عباره عن حبه ملح وفلفل وكمون وبهارات محطوطين على اللحمه اللي انت جايبها وعامل لها بروسيسنج ات هوم in a way that is beneficial for you، خلاص كده. العيش على سبيل المثال لما بنيجي نبص للعيش اللي احنا بنشتريه ده بيبقى processed، وفي انواع عيش ultra processed. لما تروح تشتري التوست اللي بيبقى موجود وتبص للingredients، the cheaper it gets the worse it is. ليه؟ عشان بيستخدموا فيها حاجات كتير، خلاص كده. لما تيجي تشتري حاجة، حتى الناس اللي بيبقوا بيقولوا على نفسهم بياكلوا اكل healthy including me، ساعات لما بروح مثلا، كنت مثلا في الفترة الأخيرة أروح كان في نوع كده آيس كريم وكنت بعمل ليه ريكومنديشن، بيبقى مفهوش سكر وبيكون مفهوش لاكتوز وكل حاجة مفهوش. ولما جيت في مرة من المرات ببص لقيت في حبة انجريدينس كده مش مزبطة، ولما كنت باكله كان بيعمل لي complete disturbance للجت مايكروبيوم وما كنتش عارف ايه اللي بيحصل، واخد بالك؟ فحاجات كتير قوي لازم نعرفها. الالترا بروسيس فود ابعد عنه، كل as natural as possible، increase the vegetable and fruit consumption، reduce the sugar intake، وفي نفس الوقت لما بتاكل كل as organic and as natural as possible. أنا دكتور يعني في شغلة مهمة جدا أنت حكيتها وبتركز عليها اللي هو الفايبر. الفايبر أتوقع هو المغذي تبع البكتيريا، يعني هي بتسبح تنبسط لما تعطيها الفايبر. للأسف إحنا العصائر هاي اللي بنشربها سحبوا منها الفايبر وعطونا السكر تبعها وزادوا عليها سكريات كمان و و و و. فشو مهمة أو قديش إحنا فعلا نفقد الفايبر؟ قديش نسبة الفايبر اللي لازم نأخذها؟ كم مثلا حبة برتقال، أو لو تقسمنا إياها بالحبة أو مثلا بالأسلوب البسيط هذا؟ يعني هقولك حاجة جميلة. يعني مثلا على مستوى القمح، الدقيق الأبيض دوت سحب كل الفايبرز اللي فيه، الهول ويت فيه حبة فايبرز بسيطة. لما بتاكل الويت نفسه بدون بالفايبرز بتاعته يبقى much better. نفس القصة مع الرز، هتلاقي الرز في رز البراون رايس ده في حبة فايبر comparing لي الوايت رايس. كل زاد البروسسنج في الحاجة، كل ما انت عملت complete elimination للفايبرز اللي بتكون هي الفود بتاع الجت مايكروبايو، خلاص كده؟ نعم. لما بتيجي بتاكل بشكل هيلثي بتبص تلاقي انت اخدت الفايبرز اللي انت محتاجها. يعني صعب ان انا اقول لك خد معلقتين من ده انت خدت الفايبرز، انت مجرد ما غيرت الاستراكشر بتاع الاكل بتاعك بتلاقي نفسك واخد الفايبرز. يعني لما باجي اقول لك انت تاخد مثلا، يعني انا ليه بريكومند السموذي افري داي؟ عشان السموذي افري داي انت بتحط معلقه مثلا كوبايه سبانخ او كوبايه كيل او كوبايه سيلري او كوبايه مش عارف مين، بتحطهم مع حاجات تانية، بس انت بتاخد كميه فايبرز محترمه كل يوم بتضمن ان انت خدت المينيمم ريكوايرد من الفايبرز. بس حابب اركز على شغله دكتور عشان الناس ما تسمع او تفهمك غلط. السموذي مش عصير يا جماعه، السموذي
خلطه كله مع بعضه، أما العصير اللي هو بنسحب السائل منه. بس عشان ننتبه، تفضل. كلامك صح بنسبة 100%. الجوسينج بروسيس إن أنت بتاخد الثمرة وبتحطها في العصارة، والعصارة بتإكستراكت الليكويد وبتحطه لك في الكوباية، لكن كل الفايبرز طلع بره. ده الجوسينج بروسيس. السموذي ده انك بتاخد الحاجه as is وبتعمل لها blending، فبتعمل لها اكنك بتعمل لها shopping، اكنك بتندغها يعني. انت بتتمايس بدل ما بتاكلها انت وتبلعها وتندغها وتنزل السلايفة وتنزل الدايجستيف سيستم تخليه يبتدي يشتغل عليها، انت بتكسرها في البلندر وبتاكلها. طيب ايه الميزه بدي؟ ان انا بضمن ان انت خدت كميه الفايبرز. وايه الميزه الثانيه؟ ان انت بتبقى عملتها بشكل يكون convenient، فبتقدر تحط برتقان على السبانخ، على الكيل، على حبة almond milk او حبة cashew milk او حبة زبادي، بتخلي التيست at the end of the day it tastes better، فتقدر تكنسيوم وتاخد الhealth benefits بتاعتها. يجي لي واحد يقول لي بس انا ما بحبش المنظر دوت، مش متعود عليه، انا هاكلها. اقول لك بس is it gonna be convenient؟ Are you going to be committed to have two cups of spinach a day؟ صعب. هو ده السؤال. عشان كده انا بريكومند السموذي. لكن انت كلامك صح. احنا فايبر بنحتاج تقريبا من 25 ل 40 جرام حسب الجسم والعمر والطول والهاي. لكن الكميات اللي بناخذها فعليا بسبب اللي حكيته دكتور، البروسيسنج فود والقمح المشيل منه الفايبر، للاسف ما بوصل لهذا الرقم. وبنشعر بذلك يعني بلا مؤاخذة بلون البراز، بشكل البراز، بكمية البراز اللي بتخرج يوميا. يعني لازم الواحد يراقب هاي الأمور، لأنه هذا زي ما بيحكوا الميزان تبع جسمك، يعني هذا الاند برودكتس. حبيبي أنا مبسوط قوي بالكلام. وعلى فكرة بقى بمناسبة البراز بقى، عشان خاطر في ناس بتبقى مكسوفة قوي من كلام البراز ومش بروازه، لكن أنا عايز أقول لك إن البراز ده إنديكيتور لصحتك، اوكي؟ وكل ما كان البراز دوت كميته اكبر، كل ما ده معناه ان انت بتاكل فايبرز بشكل كويس، اوكي؟ كل ما كان البراز دوت in a softer shape، كل ما كان better، كل ما كان intact مع بعضه، كل ما كان افضل. الحاجات اللي بتبقى لوز قوي اكنها دايره دوت مش كويسه، والحاجات اللي بتبقى اكنها solid برضو ما هياش انديكيتور لانك بتاخد كميه فايبرز كويسه. كل البينز، كل الفول، وكل الحمص، وكل الكيدني بينز والوايت بينز، حطها في البريشر كوكر، هاتها كاند يا سيدي لو عايز تجيبها كاند، عشان الكاننج بروسيس مع البينز از ا واي اوف كوكينج، از نوت ا واي اوف بريزيرفينج، جاست تو ليت يو نو. فالكان بينز دوت مش وحشة مقارنة بالother way of canning، ماشي؟ عشان بس يبقى كل واحد عارف قصدي ايه. الحاجات دي كلها لما بتاكلها انت بتاخد الفايبرز اللي انت محتاجها، وده اللي انت، ده اللي انا عايز كل واحد يبقى سامعني عارفه. انت عايزك تاكل كل حاجة as is، هتلاقي نفسك مش محتاج تعرف 25 جرام، وتلاقي نفسك مش عارف معناهم ايه. بس كلام الدكتور هو الصح، انك لازم تعرف ان احنا بناخد كمية فايبرز قليلة. كلام الدكتور جمال هو الصح، ان لما تبص على البوبس او تبص على البراز وتشوف البراز كل مرة، ده مهم انك تبص على البوبس بتاعك او البراز بتاعك. لو لقيت في البراز دم، مش معناه ان انت ممكن يكون بضرورة عندك بواسير، انت ممكن يكون عندك ليكي جات. اوكي. ولو عندك ليك جات، معناها ان انت محتاج تاكل اكل يكون much healthier، تكون فيه فايبرز اكتر. شوف الحاجات اللي ممكن بتعمل لك ليك جات ايه، وتعمل لها elimination، وتبص تلاقي نفسك انت ما عندكش بواسير. طب دكتور، انا عشان ما نطول، احنا هذا سؤالي الاخير، هنعمل حلقه نكمل فيها الموضوع الاسبوع القادم ان شاء الله. بس سؤالي الاخير الان، نتكلم عن موضوع الفايبرز، وهذا طبعا مهم جدا. هل تناول الخضروات يجب أن يكون خضار بالسلطة، ولا ممكن نطبخها وبرضو نستفيد من الفايبر؟ لأنه كثير ناس بقول لك لا، الطبخ بكسر الفايبر فما بتستفيد منه. وطبعا أكيد في شغلات حنطبخها، يعني مش حنضلنا نأكل خس 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 مش مطبوخ، ولا سلري، ولا إلا نطبخ يعني. الملوخية فايبر،
اوكي. الفاصوليا فايبر، الفاصوليا الخضراء فايبر. البروكلي اطبخه، بالعكس اقول لك حاجه، الناس اللي بيبقى عندها مشكله في الغده الدرقيه انا بريكومند ان هم يطبخوا البروكلي والقرنبيط بشكل عنيف وبشكل قوي، عشان هو بيبقى ليهم تاثير مش ايجابي على الغده الدرقيه، اوكي. وبالتالي عشان تاخد الهيلث بنفيتس بتاعتها وما يبقاش ليها نيجاتيف امباكت على الغده الدرقيه، يا ريت تطبخها بشكل قوي. يعني الناس اللي عندها مشاكل في الغده الدرقيه بقول له ما تاكلش فريش بروكلي، بقول له ما تاكلش فريش كوليفلاور. وانا عارف الحاجات دي عندنا في كندا بتتاكل ساعات فريش مع الديبنج صوص والديبنج مش عارف مين، صح كده؟ فلا، لو انت عندك مشاكل في الغده الدرقيه اوكي لازم الحاجات دي تطبخ كويس جدا، خلي بالك عشان ممكن يكون تاثيرها مش كويس على صحه الغده الدرقيه بتاعتك، اوكي. فطبعا الكوكينج ما بيأثرش على الفايبرز يا دكتور، الكوكينج ممكن يكون بيأثر على الفيتامينز، ممكن يكون بيأثر على الانزيمز، واخد بالك، لكن ما بيأثرش على الفايبرز. كل الحاجات دي وانت مبسوط، ما تقلقش خالص. انا دكتور طبعا لا يمل، لازم نعمل حلقة تانية لأنه لم نكتفي في أشياء كثيرة، لسه في أسئلة ببالنا وببال الجمهور بدنا نحكي عنها. بدي أذكر الجميع أنه موقع الدكتور سامح موجود على الشاشة، ممكن تتواصلوا معاه بأي وقت عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الإيميل، عن طريق التلفون، الواتساب، وإن شاء الله بتجدوا الاستشارة الصحيحة. دكتور الموضوع مهم جدا جدا، بدي أشكرك، بدي أعطيك آخر دقيقة إذا بتحب تلخص سريعا أو تعطينا آخر معلومة عشان الأسبوع الجاي إن شاء الله نكمل في الموضوع. صحة القولون مهمة جدا، ولو 70% من طاقة خلايا القولون بتيجي من هضم البكتيريا النافعة للإنديجستبل فايبرز، فبتطلع الشورت تشين فاتي أسيدز، وبنتيجتها بيطلع منها حاجة زي البايروفيت. البايروفيت دي بتخش وبتمتص بخلايا القولون وتدي الميتوكوندريا الطاقة بنسبة 70%. يبقى انت لما بتاكلش فايبرز القولون بتاعك تعبان. عرفتوا ليه نسبة كبيرة جدا من الناس اللي عندنا في الوطن العربي عندهم مشاكل في القولون؟ واضح. يا ريت ناكل الفايبرز عشان نخف بالقولون، بس كده ان شاء الله. مرة تانية بنشكر دكتور سامة، بنشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا وتابعوا هاي الحلقة وحيتابعوها على الفيسبوك واليوتيوب. تابعونا في الأسابيع القادمة، كل أسبوع حيكون معنا دكتور سامة في موضوع مهم. الأسبوع القادم حنكون بنفس الموضوع، حنكمله لأنه فعلا الموضوع جدا مهم وبأثر على كل شيء في الجسم، فمش حنعطيه بس حلقة بل حنعطيه حقه كامل. نشكركم مرة تانية ونستودعكم الله. شكرا دكتور سامة، الله يعطيك العافية. كلك زوحك، ربنا يخليك رب. حبيبي.